مدحوينها دلكا ويليام روتا يا تعسي تيرانيا لأدري الدولد يا شعب كصوماليا كدب قرح يدي كان عاي عاصمة مقدشة او اي كود انتين ويران بقول غف هالكا كود دواد سدح بقولو غف اي كود او عمين وحا او قرال كوشي غي اندد وينها يا دولد كينيا اي صوماليا غرب استاق دونتو اما اي غرب استاق امو جن دونتو حلغان اداغ اي مروغادا كجيرتو صوماليا مدحوينها دالكا اي ويليام روتو دوان لسود دورتي ايا تعسيق قيرا له ادري دولد اي شعبك صوماليا شيغينا ان اي لقايب سان دونان مروغادا اي حالات كستا اي صوماليا كسوغناتو سيدوك له دولد صوماليا ايا وحا كدعضي اربوشاد اي عرقلادو اي ربشاد حنحن ايغو دنكا كله دقال كردنها كل جرى أرورك على الشباب أيها الدنة وحاسوف وصارتي لما شاية خسارة بدن وكرد شاية قرح يحوغن وكرد عاي قدها مقالدها مقدشة عاصمة دا صوماليا معها مركي أقوه الرئيسي اي قرح نوع عنو كلاه للابي اقتضو داد رايدها ونوحبا قلب سنين أسلام مركا أنا قان عصطو إيو أبادان سوقلي labada kun 17 ay ahayd markuu qarax ayn kan oo kala ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen sida la sheegay ugu yaraan 500 oo qof halka ay ku dhinteen intaasi ama ay ku dhaawacmeen intaasi in ka sii badan Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa xaalada dhowr ah oo aad u adag isla markaana ay adag tahay in laga wada baxo yado oo dhanna dagaal ka dhana kula jirta ururka Alshabaab dhanka kalena qaraxyadii istaba joog ay noqdeen maalin walba ay ku habsanayaan ama ay ku xaqmayaan dad shacabaha oo waxba galabsanin iyadoo dhanka kalena ay qayb weyn ka tahay abaarta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya